أحد الإجراءات التي تتبع لعلاج مرضى تصلب الشرايين هي إجراء قسطرة القلب، وقسطرة القلب تطورت تطور كبير في السنوات الأخيرة، حيث كانت تجرى بالسابق عن طريق قسطرة من شريان الفخذ، لكن في السنوات 10 إلى 15 سنة الأخيرة تتم القسطرة عن طريق شريان اليد، ويمكن خروج المريض بنفس اليوم. القسطرة هي عبارة عن تصوير شرايين القلب بضخ صبغة، وحين نجد هناك انسداد في هذه الشرايين يمكن التدخل بنفس اللحظة عن طريق نفخ الشريان ووضع دعامة، وهي شبكة دوائية تمنع تضيق الشريان في المستقبل. في طبيعة الحال أي مريض يجرى له قسطرة يجب عليه أن يأخذ أدوية سيولة لمدة لا تقل عن 6 شهور إلى سنة، وخلال هذه المدة يجب عليه متابعة طبيب القسطرة الذي أجرى له هذه العملية. بالنهاية القسطرة مرة أخرى هي إجراء بسيط يمكن عمله في نفس اليوم وخروج المريض بنفس اليوم، ولا هناك خوف منها. نتمنى لكم الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.